أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج الحدث السوري. بعد أكثر من 4 سنوات و5 أشهر على انطلاق الثورة السورية المباركة، يخرج أحرار السويداء في مظاهرات ضد النظام. خروج أهالي السويداء جاء بعد مقتل الشيخ وحيد البلعوس، أحد أبرز شيوخ ووجهاء السويداء والطائفة الدرزية. في حلقة اليوم سنتناول ما يجري في السويداء والأسباب الكامنة وراء خروج هذه المحافظة التي كانت تحسب للأسد. لماذا تحرك أحرار السويداء في هذا الوقت تحديدا؟ وهل يائست السويداء من بشار ونظامه؟ لماذا يترك الدروز نظام بشار حليفهم الدائم وينقلبون عليه اليوم؟ هل باتت الثورة الخيار الأفضل للجميع أم أنها بداية التقسيم كما يراها البعض؟ هذه المحاور وغيرها أطرحها على ضيفي في الاستوديو، عضو التحالف الوطني لقوى الثورة السورية صفوان قياسة. مرحبا بك سيد صفوان معنا اليوم في هذا الحوار. أهلا وسهلا. كما مشاهدينا أرحب أيضا بضيفي عبر السكايب الصحفي حافظ قرقور، سيكون معنا اليوم. لكن يعني سيد صفوان، نبدأ من الناشط من السويداء سيد طارق عبد الحق. سيد طارق، يعني كيف ودعت السويداء شهداءها؟ طارق عبد الحي، مرحبا. بتمنى تعيد السؤال لأن الصوت كان كثير منخفض. كنت قد سألتك كيف ودعت السويداء شهداءها إثر هذه الحادثة. تشييع منضبط ولوحظ اختفاء لكل مظاهر السلطة على الأقل بشكل واضح. التشييع كان كبير نوعا ما، كان في حضور كثيف لمسلحين من أطراف مختلفة من مناصرين الشيخ البلعوث، حتى تشييع أمس اللي كان تشييع 17 شهيد من ضحايا التفجيرات، نفس الشيء كان منضبط وبدون أي أعمال يعني عنف، رغم النفوس محتقنة والغضب يبدو هو سيد الموقف. في اليوم كان في مواكب سيارة وهتافات ودعوة يعني متفرقة للانتقام من الفاعل. الوضع هذا نوعا ما، نعم، ما في يعني ضحايا. نعم سيد طارق، يعني كيف هو وضع السويداء اليوم من الناحية الشعبية؟ هل تلحظون ربما سخطا شعبيا ناتجا عن حادثة مقتل الشيخ البلعوس هو ومرافقيه إثر هذه الحادثة؟ الشق الثاني من السؤال لو سمحتي. كنت قد سألتك كيف ترى الوضع الشعبي في السويداء اليوم؟ هل من سخط شعبي اليوم نتيجة لهذه الحادثة التي أودت بحياة الشيخ البلعوس ومرافقيه؟ يعني السخط الشعبي برأيي أنه موجود من فترة سابقة. نعم. ظاهرة البلعوس هي ظاهرة نتيجة سخط شعبي عام. الاغتيال اللي حصل أجج النفوس، حول الغضب لردود أفعال كانت عنيفة جدا خلال الأيام الأولى، خلال يوم الجمعة والسبت. النفوس مجيشة سلفا تجاه برأيي تجاه السلطة، تجاه المسار الأحداث الحالية. للأسف أي سؤالك أو هاي الهدف منه فراغ البديل أو فراغ المجهول القادم، الناس يحكمها بالنهاية الخوف أو القلق أو حاليا الأمر ملتبس جدا، والسلطة ما تزال قائمة وتعمل بخطط أمنية شديدة الذكاء والحنكة والخبرة قد لا تكون آخرها رواية أبو ترابي اللي أعادت يعني القلق أو أعادة تغيير الاستخفافات أو لتشويش الناس. نعم سيد طارق، يعني فيما يخص الجنازة التي شيعت الشيخ البلعوس ومرافقيه،
هل من تواجد أو مشاركة للنظام بهذه الجنازة أو أي من أطرافه؟ لا لا لا، لم نلحظ أي تواجد للنظام. قد يكون موجود لكن منكفئ أو بطريقة غير ظاهرة. النظام غير موجود، هناك فصائل مسلحة تحمي المكان أو نظمت الأمر. قلت ببداية الحديث كان لاحظنا انضباط شديد بهذه العناصر وتنظيم مقبول لحد كبير، يعني حتى من بيوم التفجير. بعد التفجير المدينة بشكل عام كانت مزروعة حواجز أهلية منظمة سلفا ومسلحة، ونادر ما كان يعني يكون في تواجد عسكري. كان موجود فهو لجان تحت محسوبة على السلطة، أما السلطة نفسها كان كافية لحد كبير حتى اللحظة يعني. نعم. حتى اليوم كان الحشد شعبي كبير متواجد بمبنى المحافظة بدون وجود رسمي، يعني شبه احتلال سلمي للمحافظة. نعم. سيد طارق، ماذا عن إعلام نظام الأسد، الإعلام الرسمي، هل كان متواجدا في مراسم التشييع هذه؟ إعلام رسمي؟ التلفزيون الرسمي تحديدا. التلفزيون الرسمي أبان الشهداء أو كذا، أي سؤال؟ نعم. أنا أسف الصوت عم يوصل. نعم. سيد طارق، أعيد لك السؤال، يعني هل كان للتلفزيون السوري الرسمي تواجدا أثناء مراسم التشييع؟ لا ما كان في أي مظهر للسلطة، لا إعلامية ولا سياسية ولا عسكرية ولا أمنية. نعم، لكن هناك أنباء تتحدث بأن كان لها وجود لكن تم طرد المراسل من قبل المشيعين. كمان بدي منك تعيد السؤال لو سمحتي. كنت قد سألتك بأن الأنباء تتحدث بأن كان تواجد للتلفزيون الرسمي السوري لكن تم طرد مراسل التلفزيون السوري من مراسم التشييع من قبل المشيعين أنفسهم. أنا ما انتبهت، حدا منكم انتبه لوجود التلفزيون السوري؟ التلفزيون السوري على الأقل، يعني أنا والمجموعة اللي كانت محيطة فيه أو قريبة مني ما انتبهنا من في وجود التلفزيون. نعم. ملاحظة، حتى لو كان في وجود للتلفزيون السوري ممكن ما يكون يعني بمكان حاسم، أو لأنه ناس محتدمة قد تعتدي عليه، أو قد ممكن يعني يكون موجود بمكان ما وما انتبهنا له. أما الملاحظ بشكل كبير ما كان في تواجد السلطة لا سياسية ولا إعلامية ولا عادة بهيك حالات. نعم. التلفزيون السوري وبكل محطاته بكل وسائله الإعلامية بيكون متواجد بكثافة، بسياراته اللي كتبها بالميكروفوناته نعم. سيد طارق، يعني من يدير اليوم المدينة؟ نعم، يبدو أن الاتصال قد انقطع بالسيد طارق عبد الحق، كان معنا ناشط من السويداء. أعود لك وأرحب بك مجددا ضيفي في الاستوديو سيد صفوان قياس، عضو تحالف الوطني لقوى الثورة السورية. سيد صفوان، لماذا يخرج الدروز اليوم في هذا الوقت تحديدا من عمر الثورة؟ هل كان لمقتل البلعوث ربما أثرا في هذه التظاهرة أو الثورة أو أي من المسميات التي تطلق عليها اليوم؟ الله يحييكم، أهلا وسهلا بكم جميعا. أهلا بك. أنت تفضلتي أنه لماذا الآن؟ قبل أن أجيب لماذا الآن، يعني خلاصة هيك وجيزة عن نعم. الشيخ البلعوث، الشيخ وحيد البلعوث هو زعيم مترئس مجموعة مشايخ الكرامة. نعم. من الطائفة الدرزية، قال من أول من قبل فترة طويلة أنه يريد أن ينأى بطائفة الدروز، طائفته بمنأى عن الثورة السورية. نعم. وعن المشاكل اللي تحصل في سوريا حسب ظنهم. نحن لا بدنا النظام ولا بدنا ننخرط بالثورة، نحن بدنا نحمي طائفتنا وجبل العرب المعروف تاريخيا. هي واحد. اثنين، بخلال مراحل هذه المعارضة هلا شكل بعض المسلحين الشيخ وحيد البلعوث، منع ودعا إلى منع خروج السلاح. نعم. الدبابات والسلاح الثقيل من السويداء، وخاصة إلى المدن المحيطة بالسويداء التي يستهدفها النظام لقتل الشعب السوري. نعم. لقتل إخوانه، وهذه مواقف وطنية مشرفة بالنسبة لنا نحن كثورة سورية من أحد شيوخ الدروز الكرام. ثلاثة،
اصطدم بسنة 2014 مع جبهة النصرة، و2015 مع كمان في مجابهة تانية مع بعض المتشددين بقوة السلاح عسكريا. نعم. يعني نأتي نحن كملخص للشيخ البلعوس، هو مواطن أو قبل أن يكون درزيا مواطنا سوريا. نعم. يعيش على هذه البلاد منذ آلاف السنين، يتألم لألمها، يتألم لشعبها، يرى دماء يعني إخوانه المواطنين السوريين كل يوم تذبح وتقتل، إن كان بحماة ولا بحمص ولا يعني بالجزيرة ولا بالشمال ولا بالجنوب ولا جيرانه بدرعة، يعني على حدوده على حدود مدينته ودرعة يقتلون إخوانه. طيب هذا يعني بده يحرك، يعني بده يحرك وطنيته، بده يحرك مشاعره الإنسانية وكذا، بغض النظر إن كان درزيا أو سنيا أو حتى مهما كانت طائفته. حقيقة هذا هو الشيخ البلعوس، قال نحن لن، ودعا إلى عدم إرسال شباب الطائفة الدرزية إلى الجيش السوري ليخدموا بالجيش السوري ويستخدمهم النظام ويستخدم الدروز وشباب الدروز محرقة لقتل الشعب السوري. نعم. هذا هو الشيخ البلعوس اللي دعا له، لم يدعو إلى ثورة مسلحة وحمل السلاح ضد النظام. نعم. حقيقة هذه مواقف نحن نعتبرها كثورة سورية مشرفة لنا ومشرفة لجزء، يعني كان خطه واضحا. نعم كان خطه واضحا، خطه واضح، يعني ما حمل السلاح ضد النظام ولكن مع اخوانه، وما بدنا نعيد الحديث. نعم. طبعا هذا الكلام عندنا نحن بالنظام، هذا الطائفي، هذا نظام البعث، نظام المجرم، ما في حل وسط، ما في عندنا تقولي والله انا بالحل الوسط، اما مع أنا ما او ضد، يا معي يا ضدي، ما في يعني رمادي ولونين، وما في يا ابيض يا اسود. فلم يعني لم يتحمل البلعوس ولم يتحمل اطروحاته حقيقه، وجرى هذا الاغتيال له وللمجموعة المشايخ اللي معه، وحتى في التفجير الثاني ذهب من الكادر الطبي وذهب نساء وذهب أطفال في التفجيرين. نعم كانت حصلت التفجيرين 50 شخصا، ما مجموعه 40-50 50 شخصا. فشاهدنا أن النظام لا يتحمل لا درزي ولا سني ولا علوي ولا أيا كان يقف ضده. نعم. إذا وقف ضد النظام أو ما ساعد النظام، أنت بدك تساعدني، بدك تقف معي أيا كانت طائفته، أيا كان دينه، أيا كان انتمائه، لا يتحمل النظام، هو عدو للنظام، بده يقتله، بده يمسح ومسح، بدك تقف معي شئت أم أبيت. هذه هو هذا أن النظام هيك. نعم. تفكيره. وذهب ضحية مواقفه الوطنية الشيخ البلعوس الآ ن نتيجة حقيقة المواقف. نعم. الوطنية والمشرفة. وإذا إجا هلأ الدروز، نحن النظام هذا مع الأسف والله لا يترك درزي ولا يترك سني ولا يترك علوي إذا كان واقف ضده. هلأ نحن ب 1976 لما دخل الجيش السوري. نعم. جيش النظام، جيش الملعون والده حافظ إلى لبنان، أول ما قاتل وأول ما قتل وأول ما جابه التجمع، كان اسمه التجمع الديمقراطي الكذا الوطني، يلي هي القوى الوطنية اللبنانية، القوى الوطنية اللبنانية، وكان من جملة المشكلين للقوى الوطنية اللبنانية الدروز في لبنان، وقفوا مع الشعب اللبناني. نعم. وكان معروف رئيسهم التاريخي وزعيمهم التاريخي كمال جنبلاط. نعم. والد وليد جنبلاط، لم يتحمل النظام مواقف كمال جنبلاط فقتله سنة 1976 بعد عدة أشهر من دخوله للبنان. وليد كمال جنبلاط قتل بعد 200 متر من حاجز سوري بالجبل، معروف وليد بيقول كلهم يعني كلهم. نعم. معروف هذا انه كمال جنبلاط اللي قتل النظام السوري. فالنظام السوري عريق 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 بالاجرام حقيقه، ليس من الآن، من على عهد والده لبشار، ومن على عهد حافظ الاسد، ومن عهد دخوله لبنان وبالثمانينات وفتره 50 سنه من حكم هذا النظام الملعون وهو يقتل بالشعب السوري. ما عنده يعني حل انه والله نجيب الشيخ البلعوس، يعني مثلا تتحاوري معاه. نعم. يعني حتى محاولة يعني تقنعه بأن ينضم إلى النظام، يعني تحاوري تقنعيه إنه لا شيخ أنت موقفك، لا أنت يا شيخ بلعوس يا طائفة الدرزية أنتم مصلحتكم معانا مع النظام، هدول مجرمين وإرهابيين، وهي داعش وهي النصرة هي اللي قائمة بالثورة، ما في ثورة، نحن كلنا إرهابيين، هكذا يقول النظام. ما عنده حوار، ما بيحاور. نعم. يعني هم بعض النظام الأسد لا يعرف إلا لغة القتال، الأمر هذا ما موجود عند الحوار، ما عنده إلا القتل، وأهون شيء عليه هو القتل حقيقة. نعم. يعني أعود لك بالسؤال، لماذا يخرج الدروز اليوم تحديدا؟ إيه نعم. هو سؤالي الأول كان لك. هلأ مهما كان نحن قلنا
أن هذا الدروز مهما كان هم من لحم ودم، مهما كان إنسان هو مواطن سوري عاش معنا آلاف، بعدين الدروز بغض النظر نحن يعني كخلاف يعني مختلفين معهم بالديانة حقيقة، بس يعني من سنة 20 وسنة الاحتلال الفرنسي وعبر التاريخ ومعروف مواقف الوطنية بالنسبة لسوريا ما ممكن إلا يتألم يعني. نعم. المواطن الدرزي ما ممكن إلا يتألم. طبعا الآن هلأ في ضغط عليهم وفي بعض مشايخ متعاملين مع النظام. نعم. مثل ما عندنا نحن مشايخ بالسنة سوريا مثل حسون وغيره، وفي في عندهم يعني عندهم المشايخ متعاونين مع النظام مثل ما عندنا مع النظام، فعليهم ضغط وعليهم كذا يعني وبيأثروا عليهم. بس حقيقة الآن يعني الآن مثل ما تقولي يعني قتل الشيخ البلعوس جاء مثل إزيل من قول الشعرة التي قصمت ظهر البعير. نعم. هي اللي فجرت هالأزمة وهالقوى المكنونة هي الداخلية عند يعني إخواننا الدروز بجبل العرب، ونأمل منهم نحن حقيقة. بعدين هم الدروز يا أختي يا أخواني الكرام، يعني أنتوا وين؟ أنتوا عايشين على هالأرض، على أرض سورية وبلد سورية. نعم. صرتم كم ألف كم سنة كم مئة سنة كم ألف سنة، أنتوا عنا أنتوا مصلحتكم معانا مع الشعب. نعم. السوري، وليس مع النظام، ليس مع النصيريين، ليس مع القتلة، مصلحتكم مع الشعب السوري. نحن إخوانكم ونحن أهلكم ونحن وطنكم حقيقة. نعم. فحقيقة الشيخ البلعوس كان مواقفه وطنية جيدة ويقول مثل ما نقول نحن ونتكلم. نعم. يعني سيد صفوان كما قلت السوريين يتألمون اليوم جميعهم لمقتل بلعوس لأنه أولا وآخرا هو مواطن سوري قبل أن يكون درزيا أو من أي طائفة أخرى، لكن لماذا لم تنتفض السويداء والدروز إلا بعد مقتل البلعوس؟ يعني النظام قتل الكثير من السوريين في المناطق التي كانت تجابها النظام السوري وتنتفض ضده. نعم نعم نعم، نحن يعني مثل ما قلنا النظام أصل تركيبته هي الطائفية. نعم. ويلعب على الخط الطائفي ويلعب على وتر الطائفية والطوائف والكذا، والآن هذه حقيقة محنة للنظام كبيرة جدا الآن اللي يحصل. نعم. في السويداء محنة طبعا هو يلعب على وتر الطوائف، ونقول نحن الطوائف اللي كانوا نصير الصيرية أو الدروز أو حتى المسيحية أو حتى الطوائف الأخرى والعشائري، يقول أن أنا حاميهم وهدول الأغلبية بدهم يتغول عليكم وأنا حامي الأقليات، فيعني يلعب على هذا الحقيقة. نعم. على هذا الوتر، واستطاع هلأ مثل ما كان متحكم، نحن متحكم حتى بسوريا كل 50 سنة متحكم بالسنة 50 سنة متحكم فيهم، ولا يعني مثل الآن. بس الآن حقيقة ما عاد يعني انفضحت الأمور وما عاد أي شيء يقدر ولا حتى أي طائفة. نعم. بسوريا يقدر النظام أن يسوق هذه النظرية تبعته اللي هو حامي الطوائف. نعم. سيد صفوان، أنت قلت بأن مقتل البلعوس هو بمثابة محنة للنظام اليوم، هل معنى ذلك بأن الثورة السورية اليوم ستكسب الدروز إلى حد ما إلى صفها وجانبها بعد مقتل الشيخ، أم أنها مجرد كما يقول البعض هي فقاعة أو ربما تكون حراك بسيط وستنتهي الأمور أو سيجد النظام لنفسه مخرجا عند الدروز؟ لا، أنا برأيي ليست فقاعة. الدروز وكتلتون ومكانون بسوريا وموقعهم الجغرافي اللي هو الحقيقة موقعهم الجغرافي بالنسبة لسوريا وبالنسبة للدول المحيطة قرب من إسرائيل و حقيقة إلهم وزن وإلهم مكانتهم بسوريا، ما أظن أنا فقاعة وتنتهي. نعم. وخاصة أن يعني نحن سمعنا أنه يوم الجمعة بعد الانفجارين راحوا هجموا على قوى المخابرات العسكرية والسياسية وعلى قصر المحافظ وطالبوا بتغيير المحافظ و والان عنده البلعوس هو عنده يعني. نعم. عنده قوه، ولو ما ادري انا يعني مدى قوته مدى حجمه، بس في قوه عسكريه عنده حقيقه. بعدين الدماء، بس انسالت الدماء ما ممكن، هذا الدم ما احد بيترك دمه، يعني اهالي البلعوس وعشيره البلعوس وشعب البلعوس واهله والسويداء والكذا ما ممكن صار في دماء. انا فقدت شيخي، انا فقدت ابني، انا فقدت زوجتي، فقدت ابني، ما ممكن هذا. يعني صعب النظام هلا الان يطلع بعدين ويواسي هالامر ويرجع بعدين، ليس من عاده النظام هذا. نحن بدايتنا بدايه الثوره كيف بدات اصلا؟ بدرعه. نعم. بدات بمثل هذه الحادثه، اطفال طلعوا كتبوا هذه وكذا، كان بامكان البشار مو بحنكه، ببعض الحنكه ان يرسل مرسول او يذهب بنصف ساعه ان يحتوي الموضوع بنصف ساعه، ولكن ما
النظام بتقولي يعني بيقول انه ليش ما سوى هي؟ ما عنده النظام، ما في ما هالأمر هالامور هي ما تخطر على باله، ما عنده القتل والمسح فقط لا غير. نعم. وهذا 50 سنة هو سياسته، فبيقول لك هي السياسه الناجحه وانا نجحت فيها 50 سنة. فما ممكن اهلنا بالسويداء والدروز واهالي البلعوس وشعب البلعوس واخوان البلعوس ومناصين البلعوس انه يتركوا دمه هذا يروح ببلاش كدر. نعم. ما ممكن هالكلام هذا ولا اي انسان يرضى هالكلام. نعم. اذا كيف سيجد النظام لنفسه مخرج مع الدروز؟ يعني هو ورط ورطة كبيرة هذه المرة، هو لم يورط مع سنة ويقتلهم ويرقى عليهم بالبراميل المتفجرة ولا يكترث لذلك، لكن اليوم الدروز ومشايخ الدروز هو متورط بهم، كيف من الممكن كما قلنا أن يجد مخرجا لهذه الورطة؟ يا سيدي هو النظام متورط إن شاء الله، الورطة الكبيرة بسوريا كلها وبالثورة السورية كلها بإذن الله ما في كلام، ومتورط متورط وفي الزمان وفي الوقت الأخير من ورطته في الدقائق إن شاء الله الأخيرة من ورطته. والآن جاءت هذه السويداء وهالسويداء والدروز حقيقة. نعم. أنا برأيي ما يعني شلون بده يلم الموضوع، شلون بده يحتويه، أنا بظن صعب عليه جدا جدا جدا. وتفضل الأخ بالجنازة والتشيع إنه لا في وجود للنظام وما في تلفزيون سوري، وتواردت الأنباء مثل ما تفضلتي أنت. نعم. طردوا مصورين القناة الرسمية و و و و ما ممكن. يعني كيف أنا هلأ كيف أنا بدي يعني أنا دم هذا دم إلي، أنت قتلت لي أهلي، كيف أنا بدي أتنازل لك عليه وظلم وعدوان؟ وعبلاقي أن شلون بالذات إذا وقت إخواني بسوريا كله أنت دبحت لنا 500,000 800,000، ما عندنا الأعداد يعني. نعم. يعني الأعداد الدقيقة لهالأمر غير المهجرين وغير اللي بالبحار وغير. نعم. سيد صفوان اسمح لي بأن أرحب بضيفي الكاتب والصحفي حافظ قرقور، مرحبا بك سيد حافظ. يعني لماذا انتظرت السويداء مقتل الشيخ البلعوس حتى تنتفض بعدها؟ تحية لكم وللمشاهدين الكرام. بس لو سمحتي صلح الاسم اخر حرف فاصل مورا. عفوا. قرقوط الاسم. نعم. بالنسبه للسويداء هي بالاساس طبعا سوريا كلها تسير باتجاه الحريه. السويداء بالبدايه من 2011، مشان اعطي بس لمحه سريعه ترمتي، من البدايه السويداء الى طريقتها كانت الدخول بهي الثوره، دخلت فيها بمظاهرات بلشت في 26 اذار 2011 وموجوده مورخه ومصوره فيديو طبعا، وتابعت بعدها. تجاهل الاعلام بشكل عام بهذيك الفتره، ما بنعرف ليش. بكل الاحوال تطورت الامور شويه بالقطع المحافظه بالحواجز. قبل يعني انا كنت اطلع من دمشق للسويداء، عديتهم انا بالبدايه، عديت 6 حواجز، بعديت على 7 حواجز 100 كيلومتر، بينما نطلع من السويداء لحلب او للارقيه ما في ولا حاجه. فكان النظام عم يلعب لعبته هاي بفصل المناطق السوريه عن بعضها، علو يستفيد منها عالميا ودعائيا بانه هو يعني ملك الاقليات او حامي الاقليات. ما في شك السويداء جزء من هاي الجغرافيا السوريه وعم بيألمها ما الم السوريين، واللي صار بانه اغلب مثقفي السويداء واغلب قياداتها الاولى حطهم بالسجون وصفاهم واحد ورا الثاني وحبسها بالشبيحه بشكل كبير. نعم. اللي هن طبعا منفلتين بالشوارع. نعم. هلا ابتدات تعمل حسابات ثانيه المحافظه بعد الدمار اللي صار بسوريا، بهدوء اعصاب متروي بشوي شوي لبناء امور الداخليه بهدوء اعصاب تماما. نعم. مقابل همجيه النظام لتسحب الاوراق من ايده ورقه تلو الاخرى شوي شوي، تقليل هيبته داخل المحافظه بالتوازي بجوز مع المدن الثانيه اللي عم تتقدم عسكريا. احنا كنا عم نشتغل على الارض بهي الطريقه، بما في الشيخ البلعوس الله يرحمه بدا يعني يجذب الناس لعنده مباشره باتجاه انه والله هذا الحاج عم يهين كرامه الكبار الختايره والصبايا على الباص كذا، هيك يروح عليه وجماعته يشيلوا الحاجز. هيك لحتى تقريبا جزء منيح من المحافظه ما عاد فيها حواجز تابعة على الامن، اضطر النظام يقول لهم حط لكم ناس من ابنائكم، وهلم ما جرى تطورت الامور. بعدين نتحدى ممنوع اولادنا يروحوا على الجيش، ممنوع يقاتلوا السوريين، ممنوع كذا وكذا وكذا. نعم. اذا سيد حافظ، يعني مشايخ الكرامه اعلنوا اليوم المدينه حره، ماذا يعني ذلك؟ ما هي الرساله التي يريدون توجيهها؟ يعني نحن عاطفيا تم هذا الاعلان، عاطفيا هذا النظام السويدي على طريق الحريه مع اخواتها السوريات، على طريق الحريه هيك الادق طبعا. سويدا حره هي بالاساس، نحن عندنا كثير مناطق بسويدا وكثير قرى من اكثر من سنه ونص النظام ما بيتركوا عليها اصلا، ما بيقدر يبعث دوريه،
هي واحد. اثنين كمان من نفس الطريقة ما بيقدر ياخذ واحد على الجيش لأنه مباشرة الناس بتمنع الدورية وبتأذيها حتى، صارت عدد كبير من الحوادث. نحن ما عم نطلع على الإعلام طبعا بفتقتنا. هلق اللي صار خلال الفترة الماضية مع وقوف المشايخ بوجه النظام، ممنوع يسحب ألياته العسكرية من سويدا ووجهها على مدن ثانية، هي ملك للناس وملك للشعب السوري، زعجته للنظام. بالإضافة في فيديو كمان تسرب بفترة موجودة سابقة، الوحيد البلعوث الشيخ وحيد الشهيد عم يتحدى النظام مباشرة انه نحن عرب اقحاح، بده فارس يروح على فارس، هذيك دولة الفرس، هذيك ايران، نحن عرب اقحاح ننتمي الى العروبي، محيطنا عربي اسلامي حقيقي ولا يمكن احد ان يعزلنا. اذا رايد انت آل الاسد يبيعوا سوريا نحن ما منبيعها. هذا الكلام وصل للقيادة بالحذافير وبالفيديو تماما. حنحط نعم. عليه طبعا للرجل من بتطور من وقته بطريقة ما لاغتياله، واضحة الامور كانت بالنسبة له. التظاهرات قبل اغتيال المرحوم الشيخ بثلاث ايام كان في مظاهرات بالسويدة تحت عناوين انه والله الكهرباء والمي ضمن امام النظام، لكن الهتافات بالشارع كانت هي هتافات السوريين الاساسيه للشباب. طبعا هذول شباب مدني طبعا، شباب هتفوا بشكل عام الشعب السوري واحد، الشعب السوري ما بينذل، الموت ولا المذله. حس النظام بانه هاي السقف هيك ماشي بهذا الاتجاه وبجوز يزيد، وفعلا الارقام ثلاث كل يوم تتضاعف كل يوم تتضاعف امام المحافظه والاعداد. اعلن الشيخ حمايه هذه المظاهرات فقام النظام باغتياله بهي اللحظه. اما نحن كمعارضه بالسويدة ضد هذا النظام، نحن قادرين نكشف حجمه، استفدنا من تجارب ايجابيه للثوره السوريه، واستفدنا ايضا من بعض الاخطاء اللي صارت ببعض الاماكن، حللناها ودرسناها بطريقه ما كيف ممكن نسحب الاقساط بهدوء من تحت النظام قبل هاي الاغتيال. والنظام اكيد عنده معلومات لانه المحافظه صارت تقريبا ماشي باتجاه حريتها، كنا عم ننتظر شوية توازنات داخلية بالحياة الاجتماعية داخل المدينة، داخل المدينة النسيج الاجتماعي، شوية توازنات داخلية عم تميل لصالح المعارضة بصمت لنقلب الطاولة مباشرة. عمل هذا الاغتيال ليخلط الأوراق ويجر السويدة لملعبه، بما معنى أنه إطلاق رصاص لحتى يبدأ يقصف المدفعية. هلأ السويدة محاوطة بالمدفعية، نوجه المدافع على قلب المدينة، وجه لهم رسائل بأنه قطع طريق الشام ممنوع يفوت حتى رئيس خبز لهوني، وراكم الصحراء وين بدكم تروحوا بهالكلام هذا، ومع اشاعات في الشوارع بانه كثير في سيارات مفخخه. نحن عم نحاول نتمشى بلش طلع اشاعات عبر شبيحته. حاليا مشايخ الكرامه عم يرتبوا بيتهم الداخلي، لكن انا باكد للسوريين انه السويدة تسير للامام معهم، وهي مؤمنه بهي الثوره واغلب اشرافها. يعني احنا قادرين نعد من بنت سلطان الأطرش قائد الثورة السورية، منتهى الأطرش ببداية الثورة أعلنتها وهي أحد رموزنا بما فيها بعض رموزنا الأساسيين. وهلق أن قيادات اجتماعية عديدة بهذه المحافظة وشخصيات هامة من المعارضين التاريخيين للنظام مع شبابنا الجداد مع مشايخ الكرامة في شيء، وما يفكر بأنه باغتيال الشيخ بيقدر يكسر إرادة المحافظة. المحافظة عم ترتب أمورها في طريق الحرية، وهي الانتفاضة تسرع فيها اغتيال الشيخ فقط كردة فعل حالية، ولولا هذا التنظيم اصلا ما انضبطت ردة الفعل لانهم سيطروا على الشوارع بسرعة بدون اي تخريب، قطعوا المداخل والمخارج على طريقتهم. نعم. الشباب سيطروا على المؤسسات المدنية على الافران على اسرع الامن بدون خسائر. هذا بدل انه كان في تنظيم ما مجهز يعني، لكن اغتياله سرح بهذه الحركة. بكل الاحوال حاليا فقط ما خلينا النظام يجرنا لملعبه، اما الامور بشر السوريين انه ماشي بالاتجاه السليم بتقدم خطوات اكثر نحو حريتنا مع حريه سوريا ان شاء الله. نعم. سيد حافظ، يعني البعض يرى في اغتيال النظام اي نظام بشار الاسد للشيخ البلعوث فرضيه، ومنهم من يرى فيها حقيقه، لكن السؤال هو الى اي حد او درجه وصل النظام من التدهور ومن عدم حساب او قياس حساباته صحيحا ليورط نفسه بهذه الورطه مع الدروز؟ لا، هو بالاساس عشان تكون المعلومات ادق، يعني هو بالاساس بالمحافظه ما عاد له سلطه وهيبته انكسرت من زمان، هيبته انكسرت، يعني ما بيقدر ولا ضابط يتصرف، فقط شغل شبيحه المحافظه. واذا كنا بدنا نرجع نحن
استعان بكثير من الشبيحة اللبنانيين من ويام وهاب لطلال أسلان لهذا الصغير سمير قنطار اللي استخدموا حزب الله بكل طفاقة. فشل كل فشله بالسويدة، أحسن تنظيم قدر يعملوه وما وصل عدده 80. نحن اليوم الأيام عدينا كل التنظيمات طلع عدده 350 شبيحة على مستوى المحافظة فقط. هي يعني كان السوريين عم يتمنوا انه ينهال حرب ما باتجاه هذا النظام. هي اللي كان في مفارقات، ما اعلنا حرب وما مرقنا للاعلان شعب كثير. نعم. اللي صار خلال الفتره الماضيه افشلنا مخططات حزب الله بفتح مكاتب هنيه، افشلنا مخططات حزب الله بفتح حسينيات هنيه، افشلنا النظام بتمديد العصابات اللي سماها مره الدفاع الوطني ومره درع الوطن ومره هي القضايا، كمان قدروا يفرغوها من محتواها الناس وصارت عباره عن فقاعه اعلاميه. نعم. اثناء تحرير بصرى الشام ومع انسحاب بعض الميليشيا اللي كانت مسيطره ببصرى الشام، الميليشيا طائفيه كانت انسحبت على السويدة، حاول بالمكرفونات دار بالسيارات انه يا يلم ناس بلكي تساعده بالمحاربه ببصرى الشام. نعم. او على جدار بصرى الشام، فشل نهائيا وما راح معه ولا واحد. وبنفس الوقت ما خلوا اهل السويدة وشباب السويدة اللي انسحبوا من بصرى الشام ما خلوا يحملوا سلاح بالسويدة، اضطروا ينسحبوا على السويدة. نعم. سيد حافظ، يعني ان سمحت لي، يعني اين كانت السويداء في الثورة السورية؟ لماذا غابت طوال هذا الوقت وانتظرت حتى مقتل الشيخ البلعوس حتى تخرج وتنتفض او تتظاهر؟ لا، ما انا كنت عم بحكي بهي الطريقة انه هي ما غابت بشكل العام، الاعلام راد يغيبها بطريقة ما. بنفس الوقت نحن ما ردنا نعمل كسر عظم مباشرة لأنه ما بدنا نزيد أعباء السوريين باللجوء من جهة، من جهة ثانية أنا بأكد تماما، بأكد وأنا مسؤول عن هذا الكلام، مو بس الموضوع أنه في عندنا لاجئين. طبعا أنت بتعرف الثورة السورية محتاجة لكثير دعم، نحن كثير تبلغنا بفترة من الفترات تركونا محل آمن فقط أنه نقاوي فيه النسوان بفترة من الفترات. الثورة السورية لمراحل المراحل، الجيش الحر بده احيانا يمرر ألبسة عادية، ألبسة داخلية، إجرابات، ضوب في مناطق لازم يمر منها هي القضايا، في دعم لوجستي، تاريخ بعد بيظهرها هلا ما قادرين نحكيها نحن. بنفس الوقت يعني مو كل الناس لازم تكون على الجبهات، بنفس الوقت كمان النظام عنده لعبة خبيثة، في عندنا ناس بيشتريها عم يبني عليها من السبعينات للتشبيح، بنفس الوقت قدر يلعب على الخطاب الاخر بانه امامكم، شوف عينكم امامكم متطرفين لحطنا حتى بلحظه ما ببدايه الثوره مرر رساله بسيطه بانه الثوار او السوريين. نعم. سيد حافظ، يعني ان سمحت لي ابقى معي لاعود الى ضيفي في الاستوديو سيد صفوان. سيد صفوان، يعني كما قلنا قبل أن أتحدث مع سيد حافظ، النظام ورط نفسه في السويداء اليوم، كيف من الممكن أن تستفيد الثورة السورية من هذه الانتفاضة الدرزية؟ الثورة السورية تستفيد الكثير، والسويداء كمدينة أو كمنطقة أو جبل عرب أو كمكون، خلينا ندخل لو حكينا بالطائفية. نعم. كمكون مكونات الشعب السوري، الطائفة الدرزية لها وزن كبير وتستفيد الثورة فائدة كبيرة جدا. نعم. ونحن كنا حزينين ومتأسفين جدا على يعني على الدروز ولماذا لم يقوموا من أول يوم مع الشعب السوري حقيقة. وأنا بحيي الأخ حافظ يعني على هالروح الوطنية الحقيقة، ويعني باين من لهجته، من كلامه، من روحه، ومن من من مجمل حديثه أنه هو مع الثورة السورية وهو بالثورة السورية والمؤيدين للثورة السورية، والله يعطيه العافية وحياه الله. وكما نحن نقول الدروز يعني الدروز بغض النظر مهما كان، الدروز عرب مكون عربي بسوريا. نعم. الدروز مصلحتهم، رد من عيد ومنقول مصلحتهم مع الشعب السوري. نعم. هذول الطائفة النصيرية العلوية هذه اللي حكمت 50 سنة سوريا، هذه نقطة سوداء في تاريخ المنطقة وتاريخ سوريا. الشعب السوري سيدوسها وسيمحيها ويرميها إلى 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 إن شاء الله إلى مزابل التاريخ، هم ومجرميهم جميعا. فتبقى سوريا ويبقى الوطن السوري ويبقى المواطنين السوريين ويبقى العرب في سوريا، الأقحاح هم الذين يبقون في سوريا. ولذلك حقيقة مصلحتهم معانا ومصلحتهم مع الشعب السوري، وأظن العقلاء منهم ومنهم الشيخ البلعوس أن هذا هو تفكيره حقيقة، وهو ينظر إلى بعيد وليس إلى سنتين ولا ثلاثة ولا 20 سنة وإلى 50 سنة. أقول ماني مبالغ أنا،
ما تنظروا يعني أنا إخواننا الدروز وحتى كل الطوائف بسوريا ما ينظروا لخمسين سنة ومئة سنة عبر التاريخ. هلأ نحن هدول النصيريين اللي قتلونا الآن ويذبحونا ذبح بالسكاكين، ما ممكن هذه. أنا وشعبي وابني ويعني شو بده الواحد يحكي، ما بدي يعني أحكي أكثر من ذلك. ما ممكن ننسى ليوم القيامة أن هؤلاء النصيريين ذبحوا الشعب السوري، أن هؤلاء النصيري هذا المجرم ذبح ابني بالسكين، ذبح ابني بالسكين الرضيع. ما ممكن ننسى أنا ولا يوم القيامة. فحقيقة إذا كان الأخوة الدروز وأظنهم على ذلك وأعيد وأكز على وعي وكذا إن شاء الله ووطنية وكامل وطنية، ما لهم إلا الالتحاق بالثورة السورية، ما لهم إلا الالتحاق بالشعب السوري، ويكونوا هم الرابحون وهم الناجحون، وهم عبر التاريخ. نعم. سيذكر التاريخ أن جبل العرب بقي على ما هو عليه نبراس يعني للكرامة العربية. طبعا جبل العرب معروف و... نعم. يعني بالشيماء والفخر والأنساب والعزة والكرامة، ويأبى الذل ويأبى ويأبى ويأبى. وأظن هذه والله إذا إن شاء الله الآن انخرطوا كاملا بالشعب يعني بالثورة السورية، هذا الشعب السوري ما ننساها إلون، ولا الوطن العربي ولا كل قوى الحرية كلها، ما ممكن ننسى لهم هالموقف هذا. لو اجوا شوي مثلا متأخرين، لو كان ما كذا، لو نظام مجرم، لو ذبح، يعني لو قتل. يعني ما مدى تقبل الثورة اليوم للطائفة الدرزية؟ يا ستي هلا نحن لحد الآن مع الدروز تقريبا منقول مو مع الدروز فقط، مع كل الطوائف بسوريا ما عندنا مشكلة، ما في مشكلة. نحن نتحدث كطائفة، نتحدث باب موقفها مع النظام السوري، موقفها من النظام السوري. ما مدى ترحيب الثورة السورية بالدروز الآن؟ الموقف الآن اليوم بعد هذه الانتفاضة، نحن موقفنا من الأول، والآن تعزز الموقف، موقف جيد وكويس. وهم يعني ما بدنا نعيد ونكرر، هم موجودين معانا عايشين بسوريا بوطن، هم يعني أبناء وطننا مثلهم عايش مثلهم بسوريا وطن وجوار وآلاف السنين، ومصلحتهم مثل ما نريد بنعود، مصلحتهم معي أنا مصلحتي معاه، ما مصلحتك مع عدو الشعب السوري. هذا بيقول لك يعني الأسد هدول والطائف اللي عم يقتلوا إنه يقتل شعبه، يا أخي هدول ما سوريين، يعني إذا بدنا نقول إنه هن يقفوا مع طائفة معينة مثلا هذا اللي عم يقتل، ما سوريين أصلا هدول. يعني في مقولة بالإعلام بيقولها وكثير سياسيين إنه والله الأسد يقتل شعبه، والله ما شعبه، هو ليس علاقة له بسوريا ولا يقتل شعبه، لأن نحن ما ممكن واحد يقتل شعبه، ما ممكن، مهما أساء. هذا الشعب أب يقتل أولاده، ما ممكن هالكلام، وجار يقتل جاره، ما ممكن هالكلام. هو ليس من سوريا ولا يمت إلى سوريا بصلة لا عرقا ولا دينا ولا طائفة ولا هواء ولا أي شيء. نعم، يعني سيد صفان اسمح لي بأن أعود إلى السيد حافظ قرقوط إن كان لازال معنا عبر الهاتف. سيد حافظ، كان هناك تصريحات لسليمان الأسد بخصوص الشيخ والشهداء والمدينة، وهي تصريحات كانت بالعموم مسيئة لهم ولهذه الشخصيات، كيف تنظرون إلى مثل هذه التصريحات؟ كان سليمان الأسد ولا اللي أكبر منه بشار الأسد ولا بيه حافظ الأسد، هؤلاء اجوا غرباء عن هذا الوطن، هؤلاء لا يمثلون هذا المجتمع السوري، تطاولوا كثيرا على 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 كرامات سوريا، على هامات سوريا، على تاريخ سوريا، هذه الأرض الطاهرة المباركة اللي دخلها كل ثقافات العالم دخلتها وامتزجت فيها واعطتها نكهتها، حتى اليونان لما دخلوا لهون عملوا حضاره، حتى كل شعوب الرومان دخلوا عملوا حضاره، الا هؤلاء والفرس دخلوا ليحرقوا المدن ليدمروا هذا التاريخ العربي الاصيل في هذه المدينه. نعم. الدروز جزء من هذا التاريخ الاصيل منذ بدايه تشكيل هذا الوطن، دروز لهم ما لهم عليهم على هذا الوطن، هم يقولوها وقالوها سابقا. أنا أشكر هذا الخطاب الذي تفضل به ضيفك، أؤكد بأنه نحن نسبة لا تقل عن 3% من سكان سوريا، عدد سكان محافظة السويدة 395 ألف نسمة بآخر إحصائية رسمية للدولة، يعني بيطلعوا قد مدينة حرستا إذا بدي أقول لجنب الشام، لكن هو مثل ما تفضل عتب على الناس لأنه هذول بهذا الوطن. أنا بأكد لك من البدايات نحن عنا عدد كبير من الشهداء تحت التعذيب، كثير من الجثث اللي وصلت للسويدة واعتبرها النظام من شهدائه انكشف عن الجثامين كانت برصاصة من الخلف، ووصلت المعلومات بأنه رفض إطلاق الرصاص على السوريين على شعبهم. نعم. أي واحد اثنين، هذا النظام مع حزب الله، هذا الإرهابي الذي تطاول على الصفوف السورية، على هامات سوريا، على مدنها، على دمشق بعظمتها بشوارعها، يرفع راياته السود على القصير بحمص أو على الزبداني حالياً،
هذا التاريخ جاي بالغفلة من السوريين بشكل ما، بدل على انحطاط هذا النظام وانحطاط هذا الحكم تاريخيا. نحن بنعرف من الستينات بدأ هذا النظام يفرغ الإدارات السورية، إن كان بالجيش أو بالأمن أو بالإدارات الرسمية، من كل رموز سوريا الوطنيين، إما نفاهم أو إما زرعهم بالسجون أو إما تركهم مهمشين ببيوتهم يموتوا بصمت، وأخذ من عائلات سوريا كلها، أدنم في هاي العائلات وأدنم في هاي الحارات وعملهم أسياد اللي بيناسبوا هذا الحكم المنحط بتاريخ سوريا. جميع الأحوال الآن ما يجري في السويداء هو جزء من هذا التاريخ. يمكن الله قدر بلحظة ما أنه ما تنهك سوريا دفعة واحدة، لأنه معارف أنه بجوز تطور هاي السفينة ماشي بالبحر أو تلاطمها الأمواج، العالم يتخلى عن مسؤولياته الأخلاقية أمام الجرائم الذي يرتكبها هذا النظام عبر 4 سنوات ونص من عمر الثورة، وعلى مرأة كل العالم، العالم يغطي هذا الإجرام. يمكن الله قدر بأنه ما تتعب سوريا دفعة واحدة، كل مين يحمل الراي بلحظة ما يرجع يعطي الأمل للسوريين بأنه الثورة مستمرة والطريق ماشي. نحن بنتذكر بأنه هذا النظام اعتقل أو خطف واحد في عمر شبل العيصمي فوق 90 سنة من العمر، هذا المعارض بعلي بلبنان اختطفه وعائد لسوريا من الغربة مباشرة لينتمي لثورته مع أنه ابن 90 سنة. نحن بنتذكر بأنه ببدايات الثورة الشيخ أحمد الهجري شيخ عقل الطائفي الرجل الوازن كان بالمحافظة، كان على موعد باجتماع مع المعارضة بصالي معباي تماما، وهو على الطريق نحو الاجتماع عمل حادث سير النظام واعتبره راح حادث سير بهذيك الفترة وفبرك الأمور، كانت بعد ببدايات الثورة مشان يفرغ محافظة مثل السويداء. هلق باللي حاضر وأمام الشعب السوري، ما لقى هذا النظام ولا ضابط في كل سوريا يشبح معه إلا هذا الجبان عصام زهر الدين، عامله مثل السوبرمان، مرة بحطه بدير الزور، مرة بدوما، مرة بحلب، مرة بحمص، لأنه ما نلاقي غيره ليفرج للسوريين أنه لا دروز معي. لو نلاقي ضابط واحد، أنا بقول للسوريين دوروا بفيديوهات اللي عم تشوفوها من سنتين للأسرة من الجنود اللي عم تكمشوهم أو لقوائم اللي عم تقتلوهم بساحات بالميدان من قوائم قتل النظام، وشوفوا أسماء ضباط إذا في حدا منهم من السويداء أو في المجندين، كل ألف واحد بيصطف لاسم مجند مسكين بسيط واقف على حاجز. نعم، الكاتب والصحفي درس الأمور بالأرقام حافظ. نحن من زمان داخلين مع الشعب السوري بهاي الكفاءة بهاي القوة، أما صدفت اليوم طلع الصوت عالي باغتيال الشيخ وحيد، سرع بعض الأمور، لكن كانت الأمور عم تترتب ورح ظلها تترتب. هلق عم نمتص الصدمة ونرتب هاي المحافظة، وما تقبل هاي المحافظة إلا تكون جزء من هذا التاريخ العربي والإسلامي الذي سيصنع ربما مجد للشرق الأوسط كاملة إن شاء نعم الله. الكاتب والصحفي حافظ قرقوط كنت معنا، شكرا جزيلا لك. أعود إلى ضيفي في الاستوديو السيد صفوان قياسة، يعني أعلم بأن لديك ما تعلق به على كلام السيد حافظ، لكن لضيق الوقت سيد صفوان برأيك ألا يستطيع نظام اليوم أو إيقاف ما يجري في سوريا، أم أنه لا يريد إيقاف ما يجري؟ يعني مقتل الشيخ البلعوس من الطائفة الدرزية وقبلها مقتل حسن الشيخ من الطائفة العلوية، هو لم يترك طائفة لم يقتل منها، وأيضا البراميل المتفجرة التي تلقى على المدنيين السوريين، هذا العدد الكبير من الأيتام والمهجرين واللاجئين والأرامل في سوريا اليوم، إلى أين تذهب سوريا في ظل تعنت نظام بشار الأسد اليوم؟ نحن من حي الأخ، ما بدنا نطول، نحيي الأخ حافظ على مواقفه. نعم، وكانت حقيقة كل تعليقاته ومداخلاته نحن كثورة سورية والله نحييه عليها، ونفتخر بأن يكون لنا أخ مثل أخ حافظ من الأخوة. واثنين، أنت بتقولي هل يستطيع هذا النظام إيقاف هذا القتل والدم؟ نعم يستطيع، يرحل النظام، يرحل بشار، وتنحل مشاكلنا كلها تنحل. نعم، كل مشاكلنا. ليش وماذا عن عقدة السلطة لدى ما هو ما يا ستي الكريمة، ما هي هذه العقدة هي اللي عم تكلف وأنهار دمائنا وأنهار من دماء أولادنا وأطفالنا ومواطننا تسيل بسوريا. هذه العقدة، عقدة. نعم، الحكم بده يضل حاكم. ما يعني طيب حكمت 30 سنة 40 سنة 50، انت ووالدك وطائفتك وعيلتك واو خلص، يعني مثلا انتهى، خلاص اشبعت، سرقت، ذبحت ما يكفي، يعني اشبعت غرائزك الموحيوانية، حيوان موهي اكثر. نعم، من ذلك يعني ما يكفي. لا،
فأنت يعني جوابك بالتحديد نعم يستطيع يرحل هذا النظام ويترك بكلمتين يرحل هذا النظام ويترك الشعب السوري يحكم نفسه وخلص وانتهي. نعم قريبة من هذا قريب من هذا هلأ في في لكن في سريعا في يعني عذرا لضيق الوقت بدي إيه هلأ هو النظام من عادته يعني حقيقة والله بتقولي يعني عنده غباء مستشري وغباء دائم مستمر عبر ال قال إنه اللي مسكوه اللي قتل الشيخ البلعوس نعم. وقامت أبو طرابي وأنا والله من أول ما سمعت أبو طرابي ما إجى على بالي رأسا إلا أبو عداس فورا يعني بدون أي تفكير نعم. لما مقتل الحرير رحمه الله يعني بيجيبوا لك الأسماء هذه أبو عداس كلهم أبو ظاهر اسم أولي أو كذا ما في نعم. كلهم أبوات عندهم أبوات أبو عداس وأبو طرابي وأبو كذا وأبو كذا يعني بتلاقي حكاية ممدودة نعم. ما أحد يعني لو إنه يعني بس بلتقى عندهم مين يعني شكل قصة يعني يصدق الشعب السوري أو أكثر من هيك في ناس عندهم بس ما يعني غباء يعني حقيقة يعني مستهجن جدا جدا نعم. أنا عندي كلمة إذا عندك نعم لكن سريعا يعني قبل الانتهاء نحن يعني طبعا من الثورة السورية ونتألم والآن الأخبار اللي صرنا أسبوع على اللاجئين السوريين وما يركبون الأهوال ويركبون بحار الموت والغرق والقطارات وعلى السكك القطار والمهم والمعاناة ويجتمع وزراء الخارجية نعم الدول نعم الشرقية والدول وزراء خارجية الدول الغربية وبدهم يتقاسموا وعم يساووا كلهم عم يشتغلوا يعني شغالين بدهم يلاقون حل هذا المواطن السوري اللي أخذ مرته وأولاده وكذا واللي رايح نصهم عم يموتوا على الطريق وكذا بدهم يلاقون حل. طيب يعني وصلنا 5-4 سنوات ونصف بصيحوا حل للشعب السوري وحل حطونا يعني بي 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 يعني بس مدعاة لاجتماعات ولقاءات وكذا نعم. يا سيدي أنا بدي يعني حل الشعب السوري حل ما بدني لا تأخذوا لا هو تخلي نظام بشار الأسد نعم. تخلي نظام بشار الأسد بدنا أنتوا تساعدونا أول شيء إذا حقيقة أنتوا يا غرب بكن تساعدوا الشعب السوري ساعدونا على وقف القتل نعم. بس وقف القتل تنتهي 90% من المشكلة وساعدنا على إسقاط النظام ما بيضل ولا مشكلة لا عندكم لا بالغرب نعم. ولا بالشرق ولا بالدول المحيطة ولا بسوريا نعم. ولا بالأردن ولا, نعم. ولا في عندي أنا بس دقيقتين نعم. لا قصة حقيقة دقيقتين. جدا كويسة نعم نحن محكومون بالوقت إذا في دقيقة نعم. تسمح أقل من دقيقة نعم هلأ إجت حفرة بالشارع صارت الحفرة بالشارع صارت سيارات تجي بها الحفرة توقع فتحوا بنشر ميكانيكي يصلح بدواليب السيارات كبرت الحفرة فتحوا ورشة سيارات صارت تتكسر السيارات فتحوا لها ورشة سيارات صار كبرت صار يصير جرحى فتحوا مستوصف صار يصير أموات نعم. فتحوا غرفة عمليات مستشفى جنب الحفرة والحفرة هي عم تكبر عم تتسع صار في أموات صار يقولوا بدنا مكان صناديق ندفن الأموات هي من هذه الحفرة الملعونة يا أخي صارت مشكلة هاي الحفرة فتحوا مستشفى وفتحوا بنشار وفتحوا إصلاع سيارات وفتحوا نعم. جبانة مقبرة فتحوا ولم يجي على بالهم أنه يردموا هذه الحفرة نعم. أردوم هذه الحفرة بتنحل كل المشاكل نعم. والله قصتنا في سوريا لا تبعد نعم. عن هذه الحفرة نعم عضو التحالف الوطني لقوى الثورة السورية السيد صفوان قياسة كنت معنا شكرا جزيلا لك مشاهدينا أشكر ضيوفي عبر الهاتف الكاتب والصحفي حافظ قرقوط وكذلك من السويداء الناشط طارق عبد الحق مشاهدينا أشكر لكم طيب المتابعة إلى أن ألقاكم على خير في أمان الله.